قنوات الاهلي في كل مكان. دايما ببقى مبسوط ان انا مع قيمه اعلاميه كبيره زيك استاذ ايهاب، اكيد بتبقى اضافه بالنسبه لنا كشباب من خلال الظهور معاك على الهواء من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وبنتكلم اكيد مع كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طبعا النهارده اكيد عندنا العديد والعديد من الفقرات الهامه جدا اللي بتهم كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بشكل عام. لكن في البدايه كده يا بوب، عايز ابتدي معاك بدايه غير تقليديه شويه. جمهور النادي الاهلي دايما بيتكلم عن بعض الاخبار اللي بتخص الفريق اللي بتهم جمهور النادي الاهلي. مؤخرا سمعنا كلام عن ناصر ماهر وان هو ممكن في يناير يروح نادي تاني، كلام كده غريب بيتقال الفتره دي سواء ناصر ماهر او مؤمن زكريا. انا هسيبك انت بقى توضح للجمهور يا استاذ. بص يا امير، انت عارف ان الفتره اللي فاتت في كلام كتير جدا بيتقال، وتحديدا لما بتبقى فيه بعض الامور، يعني لما ما تلاقيش ناصر ماهر بيلعب، ده ما بيلعبش وموهبه كبيره وهو اللي عايز يسيب النادي الاهلي ويمشي وبيدور على عرض. لما تلاقيه بيتالق بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب ويقدم بشكل مميز، ما شاء الله ده ماضي في مكان، ده ماشي، ده تلاقي الكلام كله عكس بعضه. عايز اطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وعايز اطمنك يا امير، الامور ماشيه على قدم وساق، كله منضبط، في عقود مع اللعيبه. بالظبط. كمان النهارده اللعب للنادي الاهلي انا من وجهه نظري ده تشريف كبير جدا جدا، واللعيب اللي بيلاقي فرصه جوه النادي الاهلي وجوه فريق النادي الاهلي اعتقد بيبان وبيفرق جدا. واعتقد ان ناصر ماهر واحد من الناس اللي حريصين على وجودهم داخل فريق النادي الاهلي. لكن يا امير زي ما انت شايف الامور بقى فيها كلام كتير جدا، وللاسف حتى معظم الاخبار المتناقله او التقارير سكت في برامج تلفزيونيه او في بعض المواقع الاخباريه، وانا موجود في بعض المواقع الاخباريه وموجود وانت موجود برضو في البرامج، بنشوف الامور اللي بتحصل ولكن كلها بقت ماشيه على الاهواء. فخلينا بعيد خالص عن الاهواء، لكن على ارض الواقع الدنيا ما فيهاش اي حاجه والدنيا مستقره جدا، لذلك ما تلاقيش حد طلع لا اتكلم ولا نفى ولا اكد ولا قال، لان الموضوعات دي عباره عن كده رياح بتعدي، فتعدي بالسلامه بعيد عن المقصود بيه، لان المقصود بيه هو يهزلك الاستقرار شويه يشوف الدنيا عامله ايه. لكن اعتقد ان الامور كلها ماشيه بشكل كويس يا امير. تمام، كان مهم جدا.